نقول للأمريكي والبريطاني بأن الشعب اليمني العظيم الذي يقول لا الذي يحارب اليوم يقف بكل قوة مع أهلنا في فلسطين، لن نتخلى، وما حدث بالأمس من قصف وعدوان على اليمن لن يثنينا، بل زاد هذا الشعب، وها هو اليوم العدد يتضاعف فضل الله سبحانه وتعالى خروجا مشرفا مهيبا لكسر أنف أمريكا، وإن شاء الله سنغرق مواردها في البحر بإذن الله بسعادة الرجال، والله ناصر. الجهاد الجهاد، كل الشعب على استعداد، كل الشعب على استعداد. I think they are.